السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الأعزاء، اليوم جبتكم واحد بقعة أرضية، مساحة ديالها 2000 متر وشي حاجة فيه. أنا خوتي الأعزاء جات على الطريق. هاد الأرض ملكية عدلية قابلة للتحفيظ إلا بغيتي تشريها وتحافظها، حيت كاين الأراضي هنا كاين اللي محافظ وكاين اللي ممحافظش. الحساب كانت عنده فيها 4000 متر وشي حاجة، باع النص ديالها وبقات فيها 2000 متر وشي حاجة. هادي الثمن ديالها 550 درهم للمترو، كتواجد منطقة حد الغربية، جات على الطريق الرئيسية ديال حد الغربية. هانا خوتي العزاز جات على الطريق كما كتشوفوا معايا. الأرض عندها جوج ديال الواجهات، الواجهة على الشارع الرئيسي والواجهة الثانية من هاد الاتجاهات. تبني شي فيلا مزيونة ديالك، وصل الضو الما هنايا، بغيتي تعمل تستثمر فيها، تعمل شي مشروع ديالك فيها، المهم جات على الطريق، على قدرو. 550 درهم على الطريق. الأرض مخيرة هادي، والأرض صحيحة صحيحة. هاد الدخلة ديالها فين هي؟ شوف هاهي جات على الطريق. خليكم معايا في الفيديو. هاهي جات على الطريق أخوتي العزاز كما كتشوفوا معايا. ها الدخله ديالها، ها الطريق الرئيسيه فين هي، وكتدخل حالك من هنا. الواجهه الاولى على الشارع الرئيسي، والواجهه الثانيه مع الدخله هذه، يعني عندها جوج فرشادات. انا من هنا الكاميون تدخل، بغيتي تزيد توسع الدخله ديالها. المهم هذه هي الواجهه ديالها كما كتشوفوا على الطريق، هذه كامله فرشاده ديالها. هذه كامله فرشاده ديالها من هذا الاتجاه هذا. هنا خوتي العزاز فيها ثمن مخير مناسب، 550 درهم للمتر، 55000 فرنك للمتر. ها هادي كاملة أرض، شتا اللي طاحت تبارك الله، الربيع موجود، تحفر شيبير هنايا، الماء موجود تبارك الله هنايا، التربة ديالها صحيحة مخيرة، نبني فلاحية ونبني صالحة جوج. الربيع تبارك الله اللي طلع هنايا. هانا خوتي العزاز اللي عجبتو هاد الارض، نعملو الموعد نمشيو نشوفوهم، يكون غير خير ان شاء الله. 2000 متر وشي حاجه، راه كتجي فحالها هايدا وكتطلع فحالها هايدا، احسن داك الصفصف. انا قلت لك كانت عنده فيها شي 4000 متر وشي حاجه، يعني باع النص ديالها، باع اتجاه اخر وبقى له هاد الاتجاه هذا. شي كتجي من داك الصفصف هذاك وكتجي فحالك هايدا، هادي 2000 متر وشي حاجه. المهم كروكي كيحكم، فهمتي؟ كروكي كنجيبو العبر مهندس عمل لك كروكي ديالها. صافي هادشي ما كاين اخوتي. اللي عجبتو يتصل بيا نعملو موعد نجي نشوفوهم، يكون غير خير ان شاء الله اخوتي. راه جات على قدرنا على الطريق، فهمتيني؟ ما نطولش عليكم فيديو. السلام عليكم. الرقم الهاتف في الواتساب اخوتي اللي كيجبر الخط مشغول.